هي عملية هامة للقضاء على إحدى أهم النقاط السوداء ببلدية سعيدة، تمت عبر ترحيل سكان هذا الحي الفوضوي ومواقع أخرى إلى سكنات لائقة. اليوم الحمد لله يا ربي راهم جاوا وفرجوها علينا السلطات تاعنا تاع سعيدة، ورانا فرحانين الحمد لله على خاطر هاد الملائكة باش خرجوا من هاد البلاصة. والله لأختي إلا كانت كي تجي النو والله لا كارثة 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 كبيرة كاع. الحمد لله رانا فرحانين كي عطاونا السكنة، إن شاء الله يعطونا كاع ما غايدو حتى واحد، وكاع رانا مغبنا هنايا كنا مغبونين. فرحة لا توصف عاشتها السيدة فاتحة بالدخول إلى مسكنها الجديد، وهي من بين أزيد من 250 مستفيدا من هذه المرحلة الثانية من عملية الترحيل التي باشرتها الولاية. كنا في الغبينة، القطرة، الماء ما كانش، الغاز ما كانش، واليوم الحمد لله رانا فرحانين كلي زدنا من كلش والدينا. الحمد لله. الحمد لله ولدي. اليوم رانا مع منطقة كارير والتي تضم حوالي 52 سكن هش، كذلك العملية متواصلة، بعد الانتهاء منها إن شاء الله نروحوا لمنطقة قنطرة 3 وكافة المناطق المحصاة من طرف مصالح الدائرة. تم إحصاء بعض السكنات الهشة على مستوى بعض البلديات، منها ولاد إبراهيم، ولاد خالد، الربحية. هذه البلدية الثانية إن شاء الله مبرمجة من أجل الترحيل. لتتواصل عمليات الترحيل عبر بلديات أخرى بالولاية لتكون سعيدة قد قطعت بذلك أشواطا معتبرة في القضاء نهائيا على السكنات الفوضوية والهشة.